مشاكل؟ ايه في مشاكل في التنفيذ؟ ضايقين عليا وقرفني قوي. عشان انت نضيف بس. امال احنا في فين؟ دخلناه ليه؟ هو اتهبل ليه؟ انتوا زعلانين مع بعض؟ اخوكي عبيط عاوز نخرج معاه. ده انت حتى ما بتكلميهوش في التليفون ولا معاكي موبايل. موبايل اللي اسمع من بقك ربنا. بنتي عايشه؟ ايوه ياما جايه اهو. بنتي عايشه؟ ما تيجي يا زينب. مساء الخير يا ام نعم. مساء النور يا زينب. ما تيجي يا ولية. معلش وقت تاني يا اختي. يلا يلا يا بنتي عايشه. يلا سلام عليكم. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. بنتي عايشة من هنا ورايح مفيش خروج من غير ما تقوليلي، فاهمة ولا لأ؟ ما أنا قلت لماما. كلامي واضح يا عايشة؟ من غير ما تقوليلي، وأديني هقولها لك تاني أهو، مفيش خروج من باب الشقة من هنا ورايح، صاحبتك عايزة تشوفك تجيلك هنا أهلا وسهلا، كلامي مسموع؟ حاضر يا بابا. أحضر لك الخير يا أختي. يلا خش جوه. وانت يا ست هانم بلاش تسيب السايب في السايب كده، هتبوظ العيال. يا اخويا ما انت تشد وانا ارخي، لا العيال تطق من جنابها. تطق ولا تتحرق بجهز؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت تشد وانا ارخي؟ ما سمعناش الكلام ده قبل كده. حاضر حاضر يا اخويا. هتضل لك لقمه؟ لا يا اختي مش عايز اطلع. ده انتوا تسدوا النفس جت كل بلد. استغفر الله العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله. استغفر الله.